حصل خير، بعتذر منك. شعراتك حلوين، بتستخدم زيت اللوز؟ لا، عفوا، مين حضرتك؟ انت مين حضرتك؟ لحظة، لا تقول شي ابدا، انت المدير، عرفتك فورا. روزة، وقفة الاكابر، وقوة، حركة العيون والنظرة، نظرة صقر. شكرا، بس مين حضرتك؟ فيك تقول انا ملاك مبعوث من السما مشان صلح مسارك اليومي. هلا فهمت، اذا جاي مشان التصوير انزل لتحت، الشباب بيساعدوك هنيك. وقف، اصلا انا بس اللي رح اهتم فيك، عندك طبيعة شعر ممتازة. ايه بس القصة عادية كثير، شو رأيك نغير الموديل، نعمل قصة تانية؟ اذا رفعناهم من قدام بيطلعوا بيجننوا على فكرة. رح نشوف. رموشك تركيب مبينها، بس حلوين كثير، لا بقيلك. اكيد مالهم تركيب، هدول رموشي طبعا. لا يا بيك، هدول مانن رموش، هدول مكانس. مو معقول ما في هيك رموش، تركان شوراي مو هيك رموشة. ورجيني، غريب والله، عن جد طبيعي. شو هالنهار ده؟ يا بيك وقف لحظة، يا بيك خالتي تعالي قبل ما حدا يشوفنا. يلا لك ابراهيم، هداك مانو عمرك؟ لك هذا لسانه طويل وبيحكي كتير، مو طالع بايدنا غير ندعي وبس. لك مراد بيك، كارتي صار عندك هلا، وبانتظارك بأقرب وقت بالصالون عندي، رح اعمل لك تسريحة بالجنة. يا سيد عمران، من شوي وضحت لك وفهمتك، انا عاجبني شكلي ومقتنع فيه، ومالي بحاجة شي. شكرا لاهتمامك ومع السلامة، تفضل. ابن ناقص منك، شايف حالك بهالمنظر القديم وبهالشعرات اللي من عزمان ستي؟ انت صاحب شركة معتل، بشوفك. شو هالمسخرة هي؟ عمران بيك، انت شو جابك لهون؟ لك قلي ليش لحقتني؟ طيب ايش كنت عم تحكي مع مراد؟ حكينا بالشغل. صحيح، يلا قلي لي هلا ليش تليفونك مسكر؟ انا اجيت لهون كرمالك اليوم، وين بوستي طيب؟ شو هالحكي هلا؟ بوست شو؟ مو عيب عليك؟ زودتها يا خانم، جبت لك الهوية. يلا خلصونا هلا، مو وقت هالحكي، لازم نطلع من هون بسرعة. يلا ابراهيم، لو سمحت بدي اعزبك، ممكن تدلني على مكتب حياة؟ طيب هلا على الطريق ونحن طالعين بدلك. هي طاولة حياة. طيب ليك، انت انزل لتحت وانا بلحقك هلا. ماشي. طيب عشق لافتن انلمان.